النشاط الأول ألاحظ وأكتشف، أقرأ الجمل وأستخرج الأفعال. فتح الطفل الصنبورة، انطلق الماء، أغلقه فورا. نعيد ثانية. فتح الطفل الصنبورة، انطلق الماء، أغلقه فورا. نعيد قراءة ثالثة مع التركيز على الأفعال. أذكركم بأن الفعل كلمة عربية تدل على حدث مقترن بزمان. الفعل كلمة تدل على حدث مقترن بزمان. بناء على هذا التعريف نعيد قراءة الجمل الواردة على السبورة مع التركيز على الأفعال. انتبهوا من فضلكم. فتح الطفل الصنبورة، انطلق الماء، أغلقه فورا. لنستخرج الأفعال. الأفعال الواردة في الجمل هي، لا شك أنكم تعرفتم إليها، فتح، انطلق، أغلق. عيد. فتح، انطلق، أغلق. هل يمكن حذف حرف من فتح؟ نفكر جيدا. فتح، هل يمكن حذف الفاء؟ تح، لا يمكن، اختل المعنى. هل يمكن أن نحذف التاء؟ لا يمكن. كذلك الحاء. إذن نستنتج بأن فتح حروفه كلها أصلية. ما معنى أصلية؟ لا يمكن حذف واحد منها، لأن المعنى يختل، وليس هناك فعل في العربية أقل من ثلاثة أحرف. نمر إلى الصفحة الموالية. استنتاج: الفعل المجرد حروفه كلها أصلية، مثل فتح، كتب، رسم. مرة أخرى: الفعل المجرد حروفه كلها أصلية، فتح، كتب، رسم. أذكركم بأن حروفه أصلية تعني أنه لا يمكن استغنائه عن واحد منها لاختلال المعنى. إذن الأمثلة التي انطلقنا منها نعود إليها ونبحث عن الفعلين المتبقيين هما. إذن الفعلان المتبقيان هما انطلق، أغلق. انطلق، أغلق. إذا نفكر معي أعزتي المتعلمين، هل يمكن حذف أحد حروفهما؟ مثلا أغلق، انطلق، هل يمكن أن نحذف حرفا؟ الجواب نعم. إذا نحذف ما يمكن حذفه. انطلق، نحذف الألف والنون ونحصل على طلق. أغلق، نحذف الهمزة ونحصل على الفعل الجديد غلق. إذا نستنتج ما هو الفعل المزيد. الفعل المزيد ما أمكن حذف أحد حروفه. هناك تعريف آخر للفعل المزيد، لكن ارتأيت أن أبسطه إليكم لتسهل الفائدة وتعم بين الجميع. الفعل المزيد ما أمكن حذف أحد حروفه. مثلا أغلق، يمكن حذف الهمزة ونحصل على غلق. انطلق، نحذف الألف والنون ونحصل على الفعل طلق. إذن بعدما تعرفنا إلى المجرد والمزيد، حان الآن موعد التدرب. أحول الفعل المجرد إلى فعل مزيد. أذكركم بأن المزيد ما زيد فيه حرف أو حرفان أو ثلاثة. فمثلا فتح، فكروا معي وقد درسنا في استراتيجيات فهم القراء أسرة الكلمة، فلعلكم تذكرون هذا جيدا. فتح كلمات بل أفعال تتضمن الفاء والتاء والحاء. فكروا جيدا، وهي كثيرة. لا شك أنكم وجدتم فاتح بزيادة ألف، أو فتح، أو أفتح، ولكن الأصح فاتح، فتح.
ثم أيضا استفتح، استفتح، فاتح، فتح. كذلك الأمر بالنسبة للفعل، كتب، نبحث عن كلمات من أسرة كتب بشرط أن تكون أفعالا. إذا فكروا، إذا لا شك أنكم وجدتم استكتب زيادة ألف كاتب، أو بزيادة تاء كتب، يعني علمه الكتابة. ننتقل إلى الفعل رسم، نبحث عن كلمة من أسرة رسم تكون فعلا. رسم، أرسم، أو راسم، أو استرسم. الحروف التي يمكن حذفها أو زيادتها، نتذكر بأن المزيد نزيد والمجرد نحذف. إذن الحروف التي يمكن حذفها أو زيادتها هي السين والهمزة واللام والتاء والميم والواو والنون والياء والهاء والألف، تجمعها كلمة واحدة. اعقلوها جيدا، سألتمونيها، أعيدها، سألتمونيها. هذه حروف الزيادة، نزيدها بالمجرد ليصبح مزيدا، ونحذفها من المزيد ليصبح مجردا. إذن أطبق، أعزائي المتعلمين والمتعلمات، افتح أو افتحي الكراسة على الصفحة 167 وأنجز أو أنجزي تمرينين الجدولين على الصفحة، ونلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله من أجل التصحيح. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. قبل البدء في الدرس سوف نقوم بعمليات حساب ذهني. أول بطاقة سوف نتعرف عليها هي رقم 2. 2 مضروبة في 6 تساوي كم؟ 12. ممتاز. والآن 2 مضروبة في 1 تساوي 2. رقم 1 هو رقم محايد. الآن 2 مضروبة في 9 تساوي 18. جيد. ننتقل الآن إلى رقم آخر وهو 5. الآن نضرب الأعداد في 5. 5 في 10 50. جيد، نضيف الصفر. 5 في 4 20. ممتاز. و5 في 0 0. 0 عدد ماص، أي عدد مضروب في 0 يعطينا 0. جيد. ننتقل الآن إلى درسنا اليوم. سبق أن تعرفتم على الوحدة الرئيسية لقياس الكتل وهي الجرام. الهكتوغرام ثم الكيلو جرام. إذن هذه
وزن أو كتلة طابع بريدي، ما هي الوحدة المستعملة؟ هل نستعمل مضاعفات غرام أم أجزاء الغرام؟ سوف نستعمل الأجزاء، لأن الطابع البريدي هو الوزن خفيف، كتلة خفيفة جدا. بالنسبة لقياس كتلة طفل ذي 11 سنة، ما هي الوحدة التي سوف نستعمل؟ نعم، سنستعمل الكيلو غرام. بالنسبة لقياس محفظة سوف نستعمل المضاعفات أيضا، إما الديكاغرام أو الهكتوغرام. ننتقل إلى التحويل. Thank you.
بنفس الطريقة التي قلنا رقم الوحدات في الوحدة 4 في الكيلوغرام هكذا، ثم 15 ديكاغرام. أين هو رقم الوحدات؟ نعم 5 نضعها في الديكاغرام، 5 واحد. ثم الوحدة المطلوبة هي الجرام، سوف أقوم بجمع الأعداد. أبدأ برقم الوحدات 5، في هذه الخانة 1، 4، نحولها إلى الجرام. 415 نحولها إلى الجرام بإضافة 0 لتعطينا 4150 جرام. هكذا نقوم بتحويل هذه العملية. ننتقل إلى العملية الثانية بنفس الطريقة. 3 ديكاغرام، أضع 3 في الديكاغرام، ثم 17 ديسيغرام، أضع 7 في ديسيغرام. لتعطينا العملية أقوم بجمع ما يجي في الخانة، هذه الخانة بها 7، هنا 1، هنا 3، المجموع 317، أحولها إلى السنتيغرام. 3170 سنتيغرام. What?
بتوفيق تلاميذ. Alors, le premier exercice. Complétez les phrases avec les mots suivants. Sous, vers, dans, sur. La bouteille d'eau est. La table. Ces animaux vont. Les cours d'eau. Les nuages se forment, le ciel, la glace fond, l'effet de la chaleur. Alors, est-ce que vous avez fait l'exercice? Bien, on va voir la correction maintenant. La première phrase. La bouteille d'eau est sur la table. C'est très bien. Ces animaux vont vers les cours d'eau. Excellent. Les nuages se forment dans le ciel. Bravo. La glace fond sous l'effet de la chaleur. Très, très, très bien. Alors, le deuxième exercice. Remettez les mots suivants en ordre pour obtenir deux phrases. Alors, mes élèves, vous allez mettre les mots de la première phrase, vous allez les mettre en ordre pour obtenir une phrase correcte, ainsi que pour la deuxième. Alors, petit a sert à chose, l'eau, de, beaucoup. Faites attention, on commence toujours la phrase par quoi? Par une majuscule. Très bien. Petit b devient l'eau, sous, vapeur, l'effet du soleil. La même chose, faites attention mes petits, on commence toujours par une majuscule, n'oubliez pas. Alors, faites l'exercice. Bien, maintenant on passe à la correction. Petit a, l'eau sert à beaucoup de choses. Très bien. Petit b, l'eau devient vapeur sous l'effet du soleil. Bravo mes petits, c'est très très bien. Alors maintenant, le troisième exercice, c'est une dictée. Merci chers élèves de votre attention et à la prochaine. كما سمعتم في الحكاية أحبابي، هناك من قال بأنه ذهب في زيارة في آخر الأسبوع لرؤية المناظر الطبيعية، وهناك من قال بأنها زيارة سريعة لشخص من عائلته، لكن هناك من قال بأنه جده، والحقيقة فعلا أنه جده. ومنكم من قال بأن الأشخاص الآخرون هم أهل القرية، وهناك كذلك من قال بأنهم جيران عم الطفل أو خاله أو جده، لكن هناك منكم من قال بأنهم أهل القرية، وهم فعلا أهل القرية. أحبابي، بعد حكينا للحكاية عرفنا من هم هؤلاء الأشخاص، وإلى أين ذهب عادل، ومع من تحدث، وعن ماذا تحدث، ومتى ذهب إلى القرية، وكيف كانت النتيجة، وما هي كل الأحداث التي دارت، وكيف كانت النهاية.
الآن ستعرفون كل هذه الأشياء، وأهنئ من كان صائبا في توقعه. انظروا معي. الحكاية تتحدث عن زيارة عادلة للقرية التي يعيش فيها جده، واندهاشه الشديد لاختفاء النهر، وجهود أهل القرية لإعادة الحياة لنهرهم، والفرحة التي شعر بها الجميع بسبب ذكاء عادل، ثم في الأخير عودة النهر أو عودة الحياة للنهر. انظروا جيدا، ذهب عادل عند جده إلى القرية، فشاهد جفاف النهر بسبب ما فعله أهل القرية، ثم طلب منهم لكي تعود الحياة إلى نهرهم أن يقوموا بتنظيفه من كل تلك النفايات والأوساخ والأزبال التي رموها فيه. وفعلا عمل كل أهل القرية بنصيحة عادل، وتكاثفت كل جهودهم لإعادة الحياة للنهر، وهذا ما حصل في الأخير. وانظروا في آخر المشهد، فعلا عادت الحياة للنهر. أحبابي، ما هي العبرة التي خرجتم بها من هذه الحكاية؟ كل واحد فيكم سيعطيني عبرة معينة، وكلكم ستتفقون على أن الماء مهم جدا لوجودنا. رأيتم ما حصل لأهل القرية، لقد أصيبوا بحزن شديد لجفاف النهر، وكان ذلك بسبب أفعالهم، فقد رموا الأزبال والنفايات فيه. أنتم فهمتم ما المقصود؟ إذن العبرة هي أن تحافظوا على هذه النعمة التي وضع الله أمانة بين أيدينا. كيف ذلك؟ عليكم ألا تلوثوه، وأن تحافظوا عليه لتستعملوه ولكي لا تفقدوه. أحبابي، أوصيكم بهذه النعمة، ثم أوصيكم بها مرة أخرى.